هؤلاء مجموعة من الضحايا يقولون إنهم لا يمثلون سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، في إشارة إلى غيرهم من 10 الأشخاص تعرضوا جميعا إلى النصب والاحتيال على يد امرأة أوهمتهم برهن مساكن في ملكيتها، ووقعت معهم على إشهادات اعتراف بديل، ليكتشفوا بعد مدة من الإقامة أنها ليست المالكة الأصلية بعدما طالبهم الملاك الفعليون بالإفراغ. رهنا الدار، مشينا للمقاطعة، رهنا درنا الوراق ديالنا قانونيا، مشينا رهنت ب 8 مليون وكاين ديال مول العشر. منين رهنا دخلنا للدار، واحد الوقيته جا عندنا مول الملك ضربنا عام في الدار، جا عندنا واحد السيد قال لنا راه بان الدار من شي داركم، راه خصكم الافراغ. ما الافراغ دار الشكايه ديالو، مشينا حتى حنا درنا شكايه قانونيه. منين مشينا درنا شكايه لقينا ضحايا اكثر، والقضيه غادا هذه دابا راه مده شي 4 شهور دابا حنا رافعين الدعوه ديالنا، جاري الافراغ باش نخرج من الدار وما عندي فين نمشي، قطعوا لي الماء والضوء. حنا دابا حنا شي حاجه قليله هنايا، ولكن الناس راه بزاف اللي كاين، اللي مشات لي انا مشات لي 10، الدري مشات لي 15، الدري 15، كاين اللي 13، كاين اللي 20، كاين اللي مسلف من البنكه. المهم بزاف الضحايا كاينين، حنا 48 واحد دابا حنا في حاله افراغ اخويا. وقد أطلعنا متخصصا في العقود التجارية والمدنية على هذه الحالة للوقوف عند الثغرات التي استغلتها المشتكى بها للاحتيال على هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم يعيشون اليوم أوضاعا مالية ونفسية صعبة. كيتجلى من خلال هذا الروبورتاج والكلام ديال الناس أن الأمر كيتعلق بواحد النزاع اللي كيدور حول واحد الظاهرة اللي معروفة في المدن المغربية وخاصة المدن العتيقة، اللي كتعلق بالرهن، الرهن ومع الكرة. هاد العملية من الناحية القانونية بالرغم أنها مأطراش بشكل قانوني صريح، ولكن غير ممنوعة لأنك تأخذ واحد الشكل ديال عقد قرض أي سلاف وشكل ديال عقد كراء، ولكن حتى تكون قانونية بالنسبة للطرفين معا خص على الأقل هذاك السيد اللي كيملك العقار يكون مالك ديالو، اللي كيرهن العقار يكون مالك ديالو، أو حتى إذا كان كريه خصو يكون يرهنوا او يدير هذه العمليه باذن من المالك. اذن خارج هذا الاطار كتصبح العمليه غير قانونيه بطبيعه الحال، وكيكون احد الطرفين كيمكن له يدلس على الاخر. وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الشكايات ضد المعنية بتهمة النصب والاحتيال، تظل هذه الأخيرة مختفية عن الأنظار حسب شهادات ضحاياها.